اليوم راح نزور مكان سري سكرت، مكان خطير. شوفوا هذا الإضاءة اللي هي من هذا من هالكبرة من المكان الصغير، راح تشوفون مفاجأة داخل. وطبعا راح نلاقي الخزفيات في طريقنا موجودة. تعالوا خلونا ندخل داخل هذه الورشة. ما شاء الله مهدي البناي، امبوسيبل امبوسيبل. شلونك؟ اي هاي هي العافيه. شنو هالمكان الحلو تبارك الرحمن. تعالوا معي. يا سلام، نشوف الابداع، نشوف الابداع عند اخونا مهدي البناي. هذه ورشه الخزاف مهدي البناي. شوفوا جمال جمال الاعمال والفرن الخزفي لمهدي والأعمال الخزفية الموجودة اللي احنا قاعدين نشوفها. حدثنا عن هالفرن هذا اللي عندك. طبعا لما رجعت من بغداد فكنت يعني مع شعلة قدي يعني، وكان الفرن حوالي 4000 دينار ما اقدر عليها يعني، تجيب لي ارض ابني بيت احسن لي. ففكرت ان انا اطلب طوب من علبة. اوكي، فرحت وتجاوبوا وياي يعني انه اوكي يعني بنعطيكم ماشي، وجابوا لي. فرحت مسوي فرن مالي ذيبه. يا سلام يا سلام. ولا زال من سنه من 89 لحد الان شغال محافظ عليه. تبدل الالمنت انت وتضبط؟ بدلت الالمنت مرتين تبارك الرحمن. مرتين. الالمنت من وين خذيتهم؟ من مصر. يجيبهم اسلاك عاديه ويلفهم. يا سلام، شوفوا ما شاء الله حجم القطعه عند مهدي البناي. اسلاك عاديه نعم، وبعدين الفها بالصيف. بالصيف مو مرفقه، بالصيف ما عندي مخرطه انا، فالفها وطلع لي مقاس واحد. هم لان كل فرن له مقاس. نعم، كل فرن له مقاس، هذا كبير هذاك صغير هالقد هذا القد، فلازم تعرف المقاس عشان تقدر تسوي. تعرف انت مقاس؟ الله يسلمك. من تخرجي من بغداد في 86 فجيت الجمعية وانتميت لها، فطلبت من عندهم إذا عندكم مكان أقدر أشتغله لأن بيتي ما يستحمل هالشغلة هذا. فتعاون معي الشيخ راشد قال لهم شوفوا لأي مكان، فجابوا هذه الحجرة تقدر تستفاد منها. فأعطوني حجرة يعني عادية وما شنو، صرت بس اشتغل واشتغل واشتغل. سويت الويل مالي، سويت الفرن مالي، سويت يعني كل مره اي شيء يخطر على بالي انا اصنعه بروحي داخل هنا على ممتاز. من 89 من لا من 86 86 الفرن سويته في 89. انت ما شاء الله في هذه ولا الحين موجود؟ قدم دورات ولا بس هذه؟ كنت اقدم دورات ذيك الايام بس ويا الكبر وي يعني واحد يبغي الوقت بس عشان يقدر ينفذ أعماله. خلنا نقول هذه بيتك الثاني. هاي البيت الأول، ذاك بيت الثاني. أطلع من البحرين ما أطلع من البيت ما أعرف وين أروح، أجي هني على طول. ما شاء الله تبارك الله. خليك. سلمي أنت انتقلت للنحت. وأنا قاعد أشوف أعمال برونز عندك، قول لنا يعني. هو من البداية في الدراسة أنا ما حبيت مثل من خلنا نقول الدينر وير يسمونه يعني، هو الصحن والما أدري شنو هذا. حبيت عندنا مادة اللي هي مادة النحت الفخاري. نحت الفخاري هذه كانت بالنسبة لي منقد بصراحة إن أنا أواصل في الشغلة، لأن فيها كريتيف، أحس إن أنا أقدر أبني وأسوي بالطين وما أدري شنو، غير الآنية يعني. الآنية كلها ويل 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 ويل، وأغلب الأشياء أو صاب كوستينج يعني، هذا أحس فيها مور آرت يعني. فظلت من ساق ويا هني. واجهتني شغلة واحدة اللي هو التجسيم. صاروا الناس يعني انت بتروح النار، انت ما ادري شنو، انت ذاك. عانيت نفسيا يعني بصراحه، عانيت وايد 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 وايد، عانيت وايد من الناس وما ادري شنو من كلامهم وما ادري شنو. ما خلوني من البدايه انطلق في هالناحيه. تدري عقب كم سنه هالشكل قلت سكر ادونك واشتغل يا
قدمت مجموعه رائعه انت اشكال انواع. ممتاز. السؤال الاخير، اين موقع مهدي البنامي للاعراب؟ هذا سؤال ما ندري شلون نجاوبه. هذا اي اعراب فيهم اول؟ انا من حظي الحسن يعني ان انا يعني درسوني هني يعني مدرسين يعني عادين لهم والله يرحمهم، واذا في احد باقي ما اتصور يعني. والمدرسين مالي في بغداد يعني ما انساهم يعني لهم فضل علي في انه شو يسمونه قادوني، بس الرك دائما على الفنان. اذا الفنان ما قاعد يعني اللي تخرجوا وياي ترى يمكن 27 واحد يعني من زيد واحد منهم ما كان ويانا طبعا ورانا صار كان بس بشعبه بس صار ورانا بس الباقي وينهم؟ عقيل وموجود زين 27 واحد وينهم راحوا؟ مدرسين والله ما ادري شنو ذاك. الحمد لله يعني ان شاء الله بس سوينا شيء يعني في حياتنا ان شاء الله. الله يخليك يحفظ. تسلم حبيبي. الله يخليك يحفظ. الله يحفظك ويطول بعمرك. تسلم حبيبي. الله يخليك يحفظ. هذا فرن الراكو للخزاف الفنان مهدي البنامي. شوفوا معاي الفرن ماله شلون مسويه ومضبطه ولاعبين فيه لك الاسبوع. هذا فرن موجود تحت هالشيره الحلوه في مكان الجميل في جمعيه الفنون التشكيليه، وهذه حديقه الاستاذ صادق. هذا الفلاور الخاص باللعبه. هاي الفلاور معاي. هذا البلور خلال ربع ساعة 1000 درجة ولا ربع ساعة لا. أقل أقل. أشغل لك الحين وتشوف شلون درجة صعدت بسرعة.